السلام عليكم غزالات ديالي، شخباركم؟ كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير وباحسن الاحوال ونشطين وديما 5-5. اختي وعلى الجو ديال المغرب والشميس، واخا صراحه الجو مغيم ولكن كوميم كاين كتغيب الشمس وفي نفس الوقت كتولي تعاود تخرج. المهم كيبقى الجو زوين بامتياز، كتحسي بان جميع الفصول كيدوز في نهار واحد. المهم شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين. انا لقيتوني بنات، يلا عاد شويه دابا باش خرجت من الدار. يا لالا خرجت انا وراجلي، مشيت جينا البنكه بعد اول حاجه، راه هو هبط البنكه، جينا نقضيو شي امور هنايا ومن بعد غادي نمشي نطلع عاوتاني انا البنكه ديالي، غادي نمشي عاود نقضي فيها تما شي امور، وعاد داك الساعات يا لالا غادي نمشي نتقدى. راكم عارفين ملي كتجي من السفر كتلقاي الدار مكحطه، مع حنايا ديجا فاش كنا غادي نسافروا صراحه ما تقضيتش، تكونوا ديجا شفتوا معايا، لا كنت غبرت عليكم قبل ما نسافر، كنت غبرت عليكم حيت كنت مرونه مع السفر وداك الشيء والخدمه عاود في نفس الوقت السونتر، ما كنتش لقيت كيفاش ندير باش ندير لكم داك الساعات لي فيديو، كنت غبرت عليكم حتى طليت عليكم قلت لكم انا صافي كنجمع حوايج باش نسافر، ولكن فهاديك لا بيريود كنت البنات والله الا كان ديباني باش ما كان داكشي اللي كان عندي في الدار كنت كان هو اللي كنت كنوجدو كناكلوه مجموعين، حيت ما بغيتش نتقدى ونخلي مورايا التقضيه، ما بغيتش نتقدى الخضره ونخلي مورايا عاود تضيع، يعني داكشي اللي كان هكذا عندي في الدار كنا كنديبانيو به. ايوا صافي. المهم دابا يعني فاش جينا لقينا باقي شويه ديال الخير، ولكن المهم الاكثريه مع يعني داكشي الاساس ما كاينش، وخاصني نمشي مثلا نتقضى الدجاج، خاصني نمشي نتقضى الحمد البقري، وخاصني شويه ديال الخضره شويه 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 من كل حاجه. راني انا فهاد اليومين اصلا يعني تقضيت، خديت الفول لقيتو غزال، لقيته ب 8 دراهم. وعلاش؟ علاش ماشي مزيان؟ عايني نشد الباب، عايني خايبه. كيقولوا لي البنات تقيش تغوتي على بناتك، كتبعني قاصحه معاهم. البنات راه الام ما يمكنلاش تعوض بصفه نهائيه، شتي كيقول لك اللي ما ولدك ما حن عليك. انا ما يمكنليش شتي نعيا نبغي ولدك ونبغي بنتك ما غنبغيهش قدك، وانا عاوتاني كذلك واخا تعيي تموتي لي على ولادي ما غتبغيهمش قدي وما غتعرفيش مصلحتهم قدي، وكل واحد عنده طريقه ديال طريقه العيش في حياته، وكل واحد كيبغي يربي وليداتو. انا البنات الكاركتر ديالي بناتي عطيهم الحريه الكامله باش يديروا بزاف ديال الحوايج في اطار الحريه، منع عليهم بزاف ديال الحوايج اللي ما خاصهمش يكونوا ابسوليومون، راه ما يمكنش يكونوا واخا ما نعرف شنو يوقع، راه ما يمكنش هذيك ما كتسماش حقره ولا كتسمى، لانما كتسمى شويش كاين شويه ديال الصرامه، وقت ضحك وقت الحريه في لغه الحوار كاين واحد الوقيته اللي ما يمكنليش نخليهم انهم يهضروا، لان اما كيكون الهضره اكثر من سنهم ما خصهمش يسمعوا اصلا هذاك الموضوع. دابا هادي مثلا حل الباب، وحل الباب اللي من جهه الطريق، لو كاين ضحكت معاها تولي تعاود ديرها وما نعرف. راه ماشي مزيانه اريج. دابا تصوري تكون جايه شي طوموبيل هكا وانت تحلي الباب الله يسر، هادي ديري ديدي ها، هادي ديري ديدي وغيسيل الدم وغتقصحي، شتي؟ المهم البنات قلت لكم يا لالا ضروري شويه هكا شويه هكا، كاين واحد الوقيته اللي كتكوني كتهضري فيها بصح وكيعرفوك بانك طالع لك الدم ديال بصح، ولا كتهضري في المعقول، يعني شي موضوع راه غير قابل للنقاش ما يحاولوش انهم يزيدوا يتحاوروا معك باش انهم المهم قلت لكم يا لالا قطع لي حيت دخلت واحد الحاجه. اريش خليني نهضر بنتي عافاك، ندير كوكو بنات، ندير كوكو البنات صافي. الله يخلي لي ويخلي لكم وليداتكم، ويا ربي يخليهم لنا نشوفوهم ان شاء الله في اعلى المراتب. و كي قلت لكم ملي كيكون وقت الضحك راه ضحك، ووقت المعقول معقول ضروري عادي نورمال انك واحد النهار غادي
الا داروا شي حاجه ضروري تخرج عليه، وانما كتولي داك المساله عندهم عادي يديروها، واخا واخا مضره ولا تجي فيهم ولا يجيبوا لك خطيه ديالك ولا عادي. المهم يا لالا يا لالا، شنو قلت شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم يا لالا، يمكن غادي نمشي للمرجان، حيت كاين شي حوايج انا كناخذهم من المرجان، شي حوايج كناخذهم من هذاك من عند مول الهري. خلاص الدجاج راه كناخذو من عند مول الدجاج، واللحم راه ما عندي بزاف. القضيه غلات وغلات بزاف، الخضره ولات طالعه بزاف، لا مطيشه لا بصله لا بطاطا لا فلفله، حاجه وحده اللي باقا رخيصه هو المكور. المكور اللي باقي رخيص، حنا عليه الشناضر شتيو، عرفات راسها زبلاطه وهربات، دارت هكذا وهربات. قلت لكم يا لالا، المكور هو الوحيد اللي باقي شي شويه رخيص، اما تما باقي كلشي الفلفله 13 درهم، البصله 10 دراهم، البطاطا 10 دراهم، فاش تشطرت مع خلالي ب 9 دراهم، مطيشه 11 درهم، الفول 8 دراهم، الجلبانه 13 درهم، الخس والخس غير صغير 5 دراهم. ماما شو سميتها هذيك؟ شنو هذيك؟ النعناع، النعناع بطاطا صغيرة ديري بها جوج مرات اتاي 2 دراهم. المهم كاين أثمنة صراحة، الله يحسن العون، الله يحسن العون، الله يحسن العون اللي يديه بوحدو وحق الله، وأريج وبركة من البسالات، اللي يديه بوحدو يتولي كيخرج مسكين كيقلب على طريف الخبز شو شي يقدر أنه يدخله ولا ما يدخلش. صراحة شنقول لكم، والله ما بقى المسكين فين يعيش، هادشي اللي كان كلشي غلا. الحم سمعتو ب 100 درهم والله أعلم، انا مازال ما شريتش. المهم نتلاقاو من بعدها ورا جديد. يلا اروجه، يلا يلا يلا، برافو اريج. بنات انا جيت عند ناصر باش نتقدى من عنده شي حاجات، دوك كيلو نص كيلو 8 درهم، هذه كيلو 16 ونص. هادي كيلو لوبيا 19، هادي لا داك الشي نورمال عادي، نص كيلو مديريش هادي الثمن ديالها. المهم كبيرة 19 يعني تكون نص 9 درهم ونص لوبيا. وهادي يا لالا الحمص 22 درهم، هذا رقيوق لكن فيه حتى شي شويه غليظ، هذا الكيلو. بلاطو ديال البيض 39 درهم ونص، هذه المجعبه 7 دراهم نص كيلو، حتى هذه كلهم. هادي واقيلا النشا كيلو، كيلو ب 6 دراهم ديال النشا، راه رخيصه والله العظيم الا رخيصه، 6 دراهم كيلو بخير. حتى هادي 11 درهم السميده الرقيقه راه رخيصه، هادي 10 دراهم ونص هي فيها نص كيلو، كتعجبني بزاف لي سوب، 8 دراهم فاصله 25. كاين كيلو كاين نص كيلو، هادي ما فيهاش نص كيلو، هذا ماشي مايزينا، هادي فورس، فورس داير 6 درهم، ما غاديش ناخذ الفورس، هادي ما ندير به. برودوي ديال الماكينه كيدير 42 درهم، كاين هذا رخيص عليه 32 درهم. تجربي ديجا مجربه الصغير ديالو اودي، دابا كيجيوني كلهم بحال بحال. انا صراحه كنثق في لي برودوي ديال هاد ويكس، هادو اول مره كنشوفهم بجوج بيهم،
هذا جل لإزالة البقع بالأكسجين النشط، كيصلح الملابس البيضاء والملونة، يزيل البقع، كيدير 23 درهم. وكاين هذا ليكيد حتى هو فعال ضد البقع الصعبة، ملابس نظيفة أقصى بياض. يعني هذا ديال الملون، ديال الحوايج البيض والملونين، هذا غير ديال البيض. لا حتى هو الملوان بجوج، بيضاء وملوان. 37 درهم، هذا 23 درهم. حتى هذا البنات، هذا كيصلح غير بحال هادو، هادو شتيو بحال هكاك، كيدير 25 درهم. عقلوا على الاثمنه، حيت ملي غنوصل للدار ما بقاش عقلانه على هاد الاثمنه. هذا ممكن البنات ديروه في الملابس، ملي كتكون عندكم مكاشي بقعه كديروه عاد كديروه في الماكينه ديال التصبيغ. المهم هذا هانتوما كيف ما كتشوف ديتاشور افون لافاج، هادو حتى هما كاملين ديال ويكس. بالنسبه لهذا كيصلح الحمامات والحوض كيف ما شفتوا، لافابو والروبينيات، كيزول الاوساخ وكيلمع. كيدير 19 درهم. كاين هذا، هذا خلاص عندي في الدار، باقي لي هذا ديال الدهون حتى هو، لا ما عنديش هذا، وكاين عندي نوع اخر ما غناخذوش. وكاين هذا خلاص كيصلح تقريبا لكلشي، ميناج الكامل، هذا زوين 17 درهم. ها هو هذا خلاص لي موبل الخشب والباركي. يلا البنات شويه باش خرجنا من عند ناصر، ودابا ان شاء الله باذن الله راني غادا لمرجان. المهم تقضيت واخا واخا، المهم تقضيت التقضيه ديالي اللي خاصني نتقضاها، اللي كناخذها نورمالمون من الهري. كاين شي حوايج عاوتاني ما خديتهمش من تما، خصني ناخذهم من عند مول التخفيضات، فهمتوا؟ المهم انا دائما متبعه البلايص اللي كيكون اللي كتكون فيها الرخا، هي اللي كنمشي لها، حيت دابا كلشي غالي، راه الله يحسن العون، هادشي ما كاين. المهم مشيت خديت من عنده شي حوايج اللي اصلا كيكونوا طايحين في الثمن، شي حوايج ديجا كيكونوا في مرجان حتى هما بروموسيون كناخذ من البروموسيون، وشي حاجات كناخذهم من عند التخفيضات. حتى هو عنده اثمنه صراحه جد مناسبه. ايوا صافي، هذا ما كندخل مرجان نشوف التقضيه اللي خاصني ناخذها، حتى هي غادي نهزها، ومن بعد ان شاء الله اكيد غادي نتقاسم معكم كلشي. اسمها الروجه، انا عندي فلوسه، اسمها الروجه، الروجه حبوبه، فلوسه كبوته، بابو. هادو فيهم جوج ديال لي سانيكرو وواحد جافيل، كيديروا 28 درهم 95. هذا فيه جافيل وواحد سانيكرو، جافيل ديال جوج ترونس ب 19.95. بغيتي تهبطي؟ عرفتك والله حتى عرفتك، عرفت كي ما غاديش تقدي تصبري انك تجلسي في الشاريو. ديري كوكو، اهلا اهلا وسهلا. عيني عيني هاني، شوف هذا راه برومو، عيني 14 زائد 4 ب 46 درهم. والله لا هبطتي يا بنيتي ولا شفتيه، والله لا هبطتي ولا شفتيه ابنيتي، والله لا هبطتي ولا شفتيه ابنيتي. بغيتي تحمقيني ياكي، والله لا هبطتي ولا شفتيه. هذا 21 درهم، 20.95. شوفوا البنات هادو كيديروا 15 درهم. باطا كبيرة بالغطاية ديالها، فيها ثلاثة ديال بواطات من الداخل بلا غطايات. كاينين هادو فيهم 4، شفتو هاكا، هادو كيديروا يا لالا 15 درهم، لا كيديروا 25 درهم. هادو اللي كيديروا 15 درهم، كاينين هادو، كاينين هادو كيديروا 19 درهم. هادو غارق، اوبس، هادو غارقين شوية، ها شفتيو. مهم هادو ب 19 درهم، هادو ب 29 درهم اللي تاهما غارقين، هادو 25 درهم. ها هو هو هذا، فين لقيتيه؟ خودو خودو، هو هذا البنات اكس مارين، عرفتي راه فريمون فيه ريحه زوينه ديال الرجال. 20 درهم، ب 20 درهم طيحني.
هاك شد خوضو خوضو. اه هذا ب59 درهم. نشوفوا واحد جوج فيه جوج ديال السطوله وكرسي. كاين هذا يا لالا نشاره. كاين هذا فيه غير كرسي وسطل كيدير شحال 89. هانتوما البنات كاينين هاد الكيطمات هادو فنين والله الا غير هما من الداخل ما سخونينش. ها كاينه هادي موف وكاينه هادي خضيضره شتيو فيها فراشات وكاين هكا سومو. هادو البنات راه الثمن ديالهم كيديروا 69 درهم يعني راه نورمالمون هكا ميا تشوف فيها بالاورو غتبان لك 6 ديال الاورو في 99 تبان لك رخيصه مقارنة مع الدرهم اللي كتشوف فيها بالدرهم. ولكن راه ماشي بوحده راه مع السروال ديالها راه والله الا زوينه هكا 69 درهم زيونه. كاينين حتى هادو ديال الوليدات هادو اللي تحت بنات وهادو ديال الوليدات. ما نسيتكمش البنات يلا انا جيت المغرب باش نوريكم حتى هنايا. كاين هادو تا هما ديال الوليدات تلقطن 59 درهم يعني بحال 5.99 اورو. انتم اختي انتم كاينين فيهم بزاف هادو كاملين اللي هنايا فيهم لي كولور كيف ما كتشوف هادو كاملين 59 درهم. هادو عندهم شويه طالعين الثمن ديالهم السريولات ديال البنات مقارنه مع اللي لهيه في بريمارك وتا في بلايص وحده اخرين كيك وتاكو وداك التخربيقات كاملين تادي يعني راه ماشي كتعرفوا الكاليتي. 129 درهم السروال. هانتوما ديجا انا خديت للبنات سريولات يعني جين وماشي بهذا الثمن. صافي كاينين هاد البوديات كيف ما كتشوفوا تا هما 59 درهم ديال البنيتات قطن. بما ان راه البرد علينا يخرج بانتوفات ديري لهم تا هما هنايا تخفيض 59 درهم. انواع واشكال كيف ما كتشوف هادو كاملين كاملين. حتى ديال العيال 59 درهم. كاينين هادوك 69 درهم ملي كتشوفي كتلقاي نفس الثمن مع بريمارك 5 اورو 4 اورو 6 اورو تا هما عندهم نفس الثمن. حتى في دايتشمان عندهم واحدين ب 5 اورو ولكن في التخفيض حتى هما. شوفوا البنات هادو هذا غراف معاه 6 ديال الكيسان دايرين 119 درهم. نورمالمون راه فيه شكالات بطاطا البنات 9 درهم و 50 واحد بطاطا حمراء ماشي بطاطا بيضاء. لا حتى البطاطا بيضاء نشوف حتى البطاطا بيضاء هاي حتى هي نفس الثمن 9 درهم و 50 يعني الثمن بحال هنا بحال برا. قلت لكم عندهم مرجان نفس الثمن مع برا. هانتوما مطيشه نورمالمون 11 درهم باش خداها انس ها هي كدير 10 درهم 95. فلفله هنايا نورمالمون كدير 9 درهم و90 يعني بحال 10 درهم برا 13 درهم. صافي البنات ساليت التقضيه ديالي خديت داكشي كله اللي تقريبا خاصني خديته. هنا كاين غير الماء عند اريج كنوجد البنات غدي وتي يلا عاد دخلت دابا من مرجان التقضيه ديالي كامله. صافي هنايا البنات معجبت معايا لاباند كندير له هكا واحد الشرميله و ماشي تشرميله غير عطريه وشو سميتو زينب جابت التليفون وشو سميتو ومع فليفلات ومع واحد شويه ديال البصله. يا سلام صافي نخليهم هكا يتقلاو مع بعضياتهم مع انا ديجا هنايا راني هانتوما. يا سلام توحشتها 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 وحق الله البنات توحشتها بزاف. درت عديسه شحال هادي بيني وبين العدس ودرت ودرت هكا لاداب مع نورمالمون العدس كيبغي الحوت ولكن ما درتش الحوت مع كانت عندي هاد النهار التقضيه وداك الشيء
فوالا هانتوما نشارك معكم دابا التقضيه ديالي، خلي هادو يطيبوا مقصوب باش نصور. يلا يلا اكسيون. المهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا الدنيا عندي مرونه من ورايا، ما تديوش ديروا بسكم ما شفت والو، لان اون فوا فاش دخلت قطعت البصله قطعت الفليفله قطعت داكشي كامل اللي خاصنا نصوبو، ودرت لهنايا داكشي اللي خاصنا نديرو اللي تشاركتو معكم ديجا. المهم هانتوما البنات، اول حاجه غنشاركها معكم حيت ديجا حليتها استعملت هادشي. هنايا خديت لادان، دونك خديت لادان وخديت هادو حتى هما الملوجه ديال لادان، حتى هما صراحه كيجيو زوينين مقليين سيرتو بالحامض والزيتون. يا سلام، هنايا خديت لي بيلون ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا. هادشي اللي خديت من الجهه ديال اللحوم. هنايا خديت هذه البنات حيت كان الثمن ديالها ديجا راه ناقص، دونك خديت هذه. المايس ما بقاتليش، خديت يا لالا هذا ديال الماعن، اول مره غنستعمل هذا ديال فايز حيت كيف ما عارفين واخا كنستعمل الصراحه الماكينه ديالي كاين شي حوايج ضروري خصك تصوبيهم بيديك تصليهم بيديك، دونك خديت هذا ديال فايز حتى هو اول مره غادي ناخذو عاد غادي نجربو. هنا ديجا كاين حليب خصنا نديرو في الثلاجه، انا غير خديت لي لانشيت الاريج، وخا صراحة لي لانشيت راهم جايين في الطريق مبقا والو، السلعة ان شاء الله توصل. زعما داكشي لي صيفطتو معاهم الكونسبور ولكن وقفت عليهم، دونك خديت مولفيكس وخديت هنايا زيتون الكحل اكيد مع الزيت البلدية في الصباح الفطور انا كنموت عليها على الزيتون والزيت. هنايا عندي يا لالا صور رقيق حيت كيعجبني بزاف ندير الصفة، شحال مخطرة بالليل ما كنعرف ما ندير ياك كنموت كندير مع بنتاتي انا عزاز علي عزيز عليهم سكسو بالحليب، دونك كندير سكسو بالحليب كندير بحال الشكل ديال الصفة. خديت البنات هنايا شو سميتهم الخضرة، دونك المهم الباربا مطيشة القرعه البطاطا والدنجال عارفينه هو هادشي يمكن اللي خديت ديال الخضره من تما. المهم خديت انا هذا زوج انت ماشي وقتك. خديت اندومي ضروري ما كناخذها ما عندي ما ندير، واخا صراحه ماشي صحيه ولكن ضروري تكون عندي في الدار، لان بعد شي مرات كنوحل ما كيجيني الجوع مثلا في ثاني ليل ولا شي حاجه كنستعمل هذه، وكذلك حتى راجلي وتابعت شي مرات بناتي بعض شي مرات ماشي دائما. المهم ضروري خصها تكون عندي في الدار. خديت هنايا دانون ديال بيرلي، خديت الحليب ديال كيري، خديت هذا الطوم ديال الزيت غير واحد، خديت سنيده، هادو دانونات ديالي انا تيعجبوني، وهادو دانونات ديال زينب عاوتاني كيعجبوها هادو بزاف. وخديت هنايا الزبده للفطور حيت عندي الزبده الاخرى ديال سونطرال كبيره، ولكن قلت من الاحسن ناخذ هذه يعني كتبقى الاخرى ملي كتحل خصها ضروري تخبع في الكونجيلاتور، وهذا قلت اللهم ناخذ وحده صغيره احسن. خديت هنايا الحليب ديال اريج كرواسونس، خديت المكرونيه الرقيقه شويه مويان باش ندير للبنات واحد الاكله بيها، خدينا الخبز باش غادي ناكلو ديجا كاين غير ملي نزيدو. هنايا اكس ديال اناس اكس مارين خاصه يدي وغيلا الريحه باقه. خديت هاد الهمبرجر الصغيور هاد الخبيز ميني برجر، قلت لكم انا والو المهم ميني برجر هذا البنات اول مره غادي نستعملو، هو مويان ماشي كبير ماشي صغير كاع من مرجان، اول مره غنستعملو ما عرفتش كيفاش غادي يطلع. المهم خديتو حيت عاوتاني بعد شي مرات كنلقى ما ندير البنات كنقول وكي كان عندي الخبز وكنه دغيا دغيا نصوب لهم هكذا بحال الشكل ديال هامبرغوسات. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت كيري لي طوماط سوريز هادو سوليس طون ديال مطيشه، هنايا غير 100 غرام ديال سلامي دو بوف حيت عزيز عليا حتى هو ناكلو سورتو ملي كيكون عندي بان دو مي. خديت هنايا ميريندينا وهنايا توفاله وهنا بابي تواليت صافي.
خديت هنايا سكر، وهذا الشيء اللي خديت نورمالمون من المرجان مع الماء. خدينا غير جوج ديال هاد الماء، ما خديناش بزاف ديال الماء. صافي هذا الشيء خديته من عند مرجان. دونك بالنسبه لهذا الشيء تقام عليا ب 1000 درهم، 20000 ريال وشي صريف شي 13 درهم بحال هكا ولا ما نعرف. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هذا تشكرات لي بزاف اختي، دونك خديته اول مره غادي نجربوه. هذا البنات فرماج ديال هذا ديال السطل كيف ما كتشوفوا، هذا غادي اول مره غادي نجربوه ومن بعد نرد عليكم الخبر. فيه جوج ديال الكيلو كيدير شي 92 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. غادي نكمل لكم البنات، قلت لكم انا من بعد ملي غادي نجربوه نقول لكم. هي كتشكروا تعاود. المهم نورمالمون هذا راه كاين البواطه ديالو الصغيره. شنو خديت يا لالا؟ هذه غير السقاطه ديالي انا بغيت وصافي، داك مارشميلو. خديت يا لالا هنايا هنايا خديت هذه العدس الحمراء لي سوب، هنايا خديت الجلبانه اللي كتكون هكذا يابسه على مسبت البصاره، هنايا خديت يا لالا الحمص، وهنايا خديت اللوبيا. خديت يا لالا هذا الفرماج هذا اللي دائما البنات كنشكروا لكم وكيعجبني ودائما كنقولها لكم، هذا اللي فيه اربعه ديال الانواع ديال الفرماج زوين بزاف. وخديت هنايا واحد الحلوه ديال مذاق الكوكا. هنايا خديت البنات السميده، هذه السميده ديال الحرشه كنهضر كيهبط معايا التليفون. هنايا خديت هادو ديجا كنت خديتهم من عنده، حتى هادو الخبز ديال البرجر كنت ديجا خديتهم عنده، هذا خلاص جربته زوين. هنايا خديت عاوتاني واحد البومبو، هنايا خديت الروز ديال بسماتي كان الثمن ديالها كدير شي 42 درهم. هذا البنات حتى هو مذاقو يا سلام زوين بزاف، دونك خديته. خديت هنايا لا كريم فريش باش نصوب البنات قلت لكم مكرونيه. هنايا كاينه العديسه، هذا بقى هنايا كيف كنا كندخلوا هادشي من الطوموبيل ضانو ديال الزيت. هنايا لالا غادي نتشارك معاكم هادو، دونك هذا راني ديجا وريته لكم فاش كنت كنشريه، وهذا كذلك حتى هو جوج بهم. هذا كيزول كينظف مزيان بواحد الرغوه فعاله، وكيدير حتى الكشكوشه كيدير حتى الرغوه فوالا، هي هذيك بحال الصابون، هو غير سائل ولكن ملي كترشيه وكتبغي زعما دوزي كتلقاه كيرغوي، يعني خصك ضروري تنظفي داكشي مزيان. هذا ديال ماما ميمي ندير لك ميمي تما مصطاد، ندير لك عديسه نرفسها لك بخبيز وتاكليها، انا غنجرب. المهم هذا حتى هو لافابويات و الروبينيات وداكشي، راني هادو كنت ديجا وريتهم لكم تما. هذا حتى هو قلت لكم راه كيصلاح البلايص ديال بين الزليج وداكشي بين الزليجات كيكون لوسخ. هذا يا لالا حتى لا 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 اريش لا حتى هذا تشاركته معكم البنات. هذا حتى هو بقع الملابس كيف ما كتشوفوا، هذا جل وهذا كيبقى ليكيد اريش. هذا دابا غير قولي لي شنو ندير لك يلا وهربات. هذا البنات حتى هو تشاركته معكم، وهادو راني البنات قلت لكم ديجا الاثمنه ديالهم، يعني انا دابا والله ما بقى في بالي الاثمنه ديال هادو. هادو فيهم ريحه خطيره، انا مستعمله الزرق ومستعمله الغوز، دابا خديت الموف وخديت هاد اللوين هذا، ما هو كوغاي وما هو غوز ما عرفت شنو هاد اللون هذا. هادو البنات كيصلاحوا كنديروه في الماكينه ديال التصبيل، من بعد كنديروه في الماكينه ديال التصبيل مع الحوايج باش كيديروا لي ريحه زوينه في الحوايج، لا ريحه باش تخرج الهضره. المهم خديت هادو، خديت هذا لان فريمون فيهم ريحه زوينه، هكا فاش شميتهم عجبوني، يعني مور ما غيصبنوا الحوايج الله اعلم، ولكن جو سوي سارتان اي سور غيكونوا ريحتهم زوينه، لان حتى الزرق ديالهم والغوص ديالهم كنت غير شميتهم وعجبوني، وفاش خديتهم تلقوا لي ريحه واعره في الحوايج. عرفتي كتنشري الحوايج كتبقى الريحه كدور، وسيرتو ملي كندير من الشرابه تسطح يعني ما كنخرجهاش، عرفتي الريحه كتهبط مع الدروج ديالهم خطيره.
ودابا قلت علاش لا انا كنت عوانه نشري هادوك، ولكن ملي لقيت هادو عجبوني قلت ناخذهم. وكاين الاورانج وكاين واحد اخر واحد الغوز فيه ريحه ديال جونسون حتى هو زوين. انا دابا قلت ناخذ غير هادو من بعد وناخذ هذاك بعدا ديال جونسون زوين. واحد اورانج فيه ريحه بحال ديال البيش وبحال ليمون، هذاك ما عجبتنيش الريحه ديالو بزاف وما بغيتش نهزو. قلت لهم ما نهز بعدا هادو اللي انا عجبوني. ايوا صافي درت هادشي اللي خديت، ما هادشي زعما الناديه التقضيه اللي تقضيت. بالنسبه لمصر خسرنا 500 درهم وقل شي 8 درهم بحال هكذا، يعني 1500 درهم هادشي كامل. ما فيهش الطحين، ما فيهش الزيت، ما فيهش صابون ديال التصبيط، يعني كاين بزاف الحوايج ناقصه. ما كايناش العطريه فريمون، كاين اثمنه طالعين بزاف 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 بزاف، كلشي غلا. مطيش هاد الحك ما كايناش، المهم بزاف الحوايج اللي راهم ما كاينينش. وقلت لكم داكشي راه فريمون صراحه كتخرجي للزنقه كتصدمي في الاثمنه ديال هادشي. ايوا الله يرزقنا هادشي ما كاين ويبعد علينا البلاء ويقاد هاد الدنيا هادي. هادشي ما كاين باش ان شاء الله نعرفوا شويش ديال الرخاء من هادشي. واي واحد يقدر انه يعيش هادشي ما كاين، لان راه صعيب 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 بزاف، صعيب الحال للدرويش اللي ما كياكل العصا بزاف. الله يحسن العون. ايوا المهم غزالات ديالي وصلت الثاني ديال الفيديو، كنتمنى لا فيديو ديالي يكون الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف لدعمكم اللي خطاكم عليا. اقول لكم تهلاو، انا دابا راه وجد لي لادن ديالي والعدسه هي سخنتها باش غادي ندوزو باش نتغداو. واخا غادي نتغداو صراحه حتى 6 ديال العشيه، عرفتي حنايا يلاه وقفنا في الباب والترونسبور كيجيب البنات، لان خرجنا في الوقيته اللي خرجوا البنات. حنايا جينا وحنا يلاه وقفنا والترونسبور حتى هو كيوقف. وغادي نتغداو كاملين مجموعين، هاد النهار روطه. المهم غزالات بيزو بيها ليكم، ما تنساوليش لايكاتكم وتعليقاتكم لتحت. باي باي.